صديقي الشهاده لله، لو اي مجموعه الاهلي وقع فيها النهارده هيتقال عليها مجموعه صعبه. ليه بقى؟ مقارنه بمستوى الاهلي. اه والله مقارنه بمستوى الاهلي. ما هو سوء مستوى الاهلي في الدوري المصري بيخلي الاهلي مقلق، لان الاهلي بسم الله ما شاء الله لا شخصيه فريق ولا تبديلات مدير فني ولا لعيبه بتلعب في اماكنهم ولا طريقه لعب مناسبه للفريق. فطبيعي انك لما تقع في اي مجموعه هتقول دي مجموعه صعبه، حتى لو المجموعه فيها الهلال السوداني والمريخ السوداني، والهلال والمريخ مش هيلعبوا على ملاعبهم، بس مع ذلك بقت مجموعه صعبه. ليه؟ معانا سان داونز. طب ما احنا كان معانا السنه اللي فاتت سيمبا التنزاني وخد اول مجموعه، مش بالاسامي سعادتك يعني، مفترض ان دي مجموعه سهله مقارنه بمجموعه السنه اللي فاتت. بس هنلاقي ليه بقى؟ ما هي القصه بالنسبه لنا ان كل سنه مستوانا كتقديم كوره في الملعب بيكون اسوء من السنه اللي فاتت، فبتقل اكتر من السنه اللي فاتت. فبصراحه موضوع الاهلي يعني الموضوع متعب، والموضوع في الاهلي بيتم تقييمه على حسب مستوى الاهلي. الفرقه شكلها حلو نوع مع التخين، الفرقه شكلها وحش نقلق من فرق قليله شويه. انا بالنسبه لي مجموعه الزمالك اللي فيها الرجاء، لا مجموعه الزمالك فيها الوداد وبيترو اتلتيكو وجرادا الانجولي، فرقتين من انجولا، اعتقد ان الموضوع ممكن يبقى صعب على الزمالك، خصوصا ان الزمالك احنا عارفين في البدايات اول ماتشين الزمالك بيلوشهم على طول. فربنا يستر على الزمالك السنه دي، لان الوضع المجموعه معقده شويه، مجموعتك مع الوداد معقده شويتين. المجموعه الثالثه فيها الترجي والنجم الساحلي وشباب بلوزداد وجوانج البوتسواني. بالنسبه لي انا شايف ان دي اقوى مجموعه في البطوله. الترجي، النجم الساحلي، فرقتين من تونس، فرقه معاهم من الجزائر شباب بلوزداد، تحتهم فرقه من بوتسوانا. دي بقى تقول عليها ان هي مجموعه الموت بجد، مش مجموعه الاهلي والزمالك. مجموعه الاهلي والزمالك طول ما احنا بعيد على شمال افريقيا واللعب الكتير في شمال افريقيا فاحنا مبسوطين. الزمالك مع الوداد بس عادي، الزمالك والوداد مفترض ان هم يتنافسوا على صداره المجموعه. انما لما تلاقي مثلا مجموعتك فيها وفاق سطيف، مجموعتك فيها النجم الساحلي، وقتها تبدا تقلق، لان درجاتنا العربيه بتكون مخيفه. فبصراحه مجموعه الاهلي والزمالك انا شايف في وجهه نظري ان هم اخف مجموعتين في البطوله، خصوصا كمان ان مجموعه الرجاء وحريه كوناكري وفاق سطيف وامازول الجنوب افريقي. حريه كوناكري وفاق سطيف فرقتين مستهلين على الرجاء، خصوصا ان احنا اتفرجنا على الرجاء في ماتش الاهلي، فالرجاء زي الاهلي كده، اي فرقه هتقع قصادك هيبقى الموضوع صعب، عشان مستواك انت اللي سيء، مش عشان الفرقه هي اللي قويه. احنا رايحين اغلال افريقيا ومش عارفين الفرق وما بنجمعش عنها معلومات كفايه، بس احنا ماشيين في نور الله كنادي اهلي. احنا كل سنه بنقول ان احنا خلاص على كده، جبنا التسعه وبعدها جبنا العشره، والسنه دي شكلنا كده ان شاء الله رايحين لموضوع الحاديه عشر. اما جمهور نادي الزمالك فبص يا برو الموضوع مش مستاهل والله، نقعد نركز في الانتخابات بتاع النادي علشان خاطر كده كده لعيبه الاهلي والزمالك ولاعيبه الاهلي والزمالك الدوليين هيجوا هينضموا على طول من كاس الامم الافريقيه لاول جوله في البطوله بتاعه دوري ابطال افريقيا مرحله المجموعات. يعني احنا هنيجي نخلص دوري ابطال افريقيا هتيجي تنضم هنا على طول كده من غير اي لائحه من الدستور، بس عادي هذا هو اتحادنا الافريقي الجميل جدا جدا جدا. مش محتاجه توقعات يا باشا، ما انا طبيعي ان انا اقول لك الزمالك والوداد واقول لك الاهلي وسان داونز والترجي، واتوقع ان هيكون معاه شباب بلوزداد والوداد والزمالك والرجاء، واعتقد انه هيطلع معاه وفاق سطيف. ده توقعاتي يا باشا وده وجهه نظري في القرعه. انت بقى وجهه نظرك ايه في القرعه؟ من غير شتيمه معلش يعني، من غير شتيمه. وتذكر دايما ان طول ما موسيماني موجود هو كالترون، اوعى تقول ان الاهلي او الزمالك في مأمن، اوعى تقولها خالص، وبالذات لو في كالترون ومرتضى. انسى ان موضوع استقرار والكلام الفاضي ده. لو عجبك الفيديو وعايز تستقر معانا هنا اهلا وسهلا بيك، تنور. ما عجبكش الفيديو وعايز تنزل تشلف في الكومنتات برضه براحتك.